ديروا بالكم كثير 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 منيح، بسبب هذا الخطأ راح تخسر حسابك. دير بالك، انا خسرت حسابي، انا شخصيا خسرت حسابي بسبب هذا الخطأ. ايش هو هذا الخطأ؟ هذا الخطأ بكل بساطة حفظ السحابة او حفظ حسابك على السحابة. طبعا شو المشكلة يا معتز؟ نحن طول عمرنا بنخزن على السحابة. نعم صحيح، انا بالعادة بحذف في اللعبة وبرجع برجع اللعبة تبعيتي من خلال هذا الطريق او من خلال تعمل سيف لود، ولكن هاي الفترة في مشكلة بهاي الميزة بالضبط، وفي كثير لعيبة عم تشكي من هاي الميزة انه بس عملوا لود رجع بيروح الحساب عليك، ووعدت اللعبة انه راح يتم تنزيل تحديثات وتصلح هاي المشكلة، ولكن ممكن يكون لحسابك راح خلص نهائيا. يعني اذا كان حسابك 100 وعملت استرجاع بيانات او حذفت اللعبة ورجعت عملت استرجاع راح ترجع 60، راح ترجع لحسابك قبل 3 شهور، قبل ما تشتري فيه كل المكاتب، قبل ما تشتري فيه وتخطى كل المهمات، وحتى تصنيفك راح ينزل. فديروا بالكم كثير من هاي القصة، انا نزل تقييمي ونزل مستواي بسبب هاي القصة.